هي تخلينا تفتح المجال لنا باش ندخلوا اسواق جديده، باش نطور معاملاتنا، باش يصير تبادل في المعلومات، تبادل في الخبرات، ويكون هو معنا الخط الاول ان شاء الله يكون هناك اتفاق سياسي حول المغرب العربي. الاتفاقيه هذه في خاصه توقيعها في مراكش بمناسبه الكوب 22 عندها يعني سيمبوليه كبيره برشا، وهذاك يخلينا نتاكدوا ان مؤسساتنا والشركات نتاعنا دائما تكون هي متواصله في ان تكون دائما عندها معناها الاكسبرتيز نيسيسير ضروريه في باش تكون معنا كيما المؤسسات العالميه في خص الحفاظ على المناخ، التعامل مع الاقتصاد الاخضر وتطوير المؤسسات نتاعنا.